طيب كيف بدنا نوصل لهالابن الحرام رامي؟ لازم نراقب المكان اللي بتردد عليه، أنا هيك رأيي. شوفي يبدو هالمرة مضطرين نتركك لحالك. ايه بدك تروحي على البار اللي بيقعد فيه رامي، تسحبيه لبرا، ومتى ما سحبتيه بتتركي الباقي علينا. ما حدا عرف عنهم شيء ابدا؟ ابدا معلم. ناس قالوا انهم من الشرطة، وناس قالوا انه في عداوة شخصية بينهم وبينه. وانت شو رأيك؟ على الاغلب انهم مو شرطة معلم، لأنه يلي حكوا قالوا أنه أشكالهم ما بتوعي، ما كان معهم سلاح. سيدي ما كتير مهم، هذا الولد عن مين بيشتغل؟ عند رامي معلم. وانت عطيته لرامي شي من بضاعتنا؟ يا عطيته. وشفته بعد ما راح شغيله؟ لا. طيب ليك بتنبه على رامي إنه لازم يدير باله على حركته منيح، مين ما كانوا يكونوا لازم يدير باله. يوصل معلم سمير. في شي ناخده اليوم؟ لا اليوم لا. أنا ما عم بفهم، إمتى لحقت تعمل كل هذا أنت؟ من زمان عم بعمله وعم خطط لكل شيء، بس يعني شو أعمل إذا أنت مو مآمنة فيني؟ مو المشكلة آمن ولا ما آمن، المشكلة إنك تفهم إنه الآغا إذا شاف هذا رح يهده كله فوق راسه. أوكي أوكي، أنا ورجيتك هذا الشيء لحتى آخذ دعمك، مو لحتى تقللي بيلي عم بعمله. بدك يعني أدعمك كمان. برافو عليك، يلي عامله كتير مهم، بس أنا لأني بحبك لازم نبهك وحذرك. تعتبر كلامك ضوء أخضر؟ عرفان فهمني، أنا بحياتي لا كنت ولا رح كون عائق بطريق طموحك، بس لازم تعرف إنه كل شي بهالحياة إله وقت وإله تمن. وأنا جاهز أدفع التمن، وثقي فيني. ما قلت لي كيف عم تأمن المواد الأولية للمصنع؟ في أكثر من مصدر. اليوم ناطر شحنة مواد رح تغذي هذا المصنع لمدة شهر تقريباً، وبعد هيك في شخص رح أتواصل معه ممكن يكون مصدر دائم لشغلي. مرحبا. أهلا وسهلا. أكيد حضرتك ليليان، عرفان كثير بيحكي لي عنك. يارا، يارا بقى المسؤولة عن كل شيء بعدي هون، ما صار لزمان جاي، كانت ببلغاريا. تشرفت بمعرفتك. شكرا لك. عرفان بعد اذنك فينا نحكي على انفراد شوي انا وياك؟ طيب انا رح ارجع على شغلي، فرصه سعيده. اهلا وسهلا يا اسعد. انت متاكد من كل شيء عم تعمله؟ واثق من هاي البنت لحتى تعرفها كل شيء عنك بدون ما أدرى أنا؟ يا ثقة بالنسبة لي، وانت بتعرفي قديش أنا حريص على هذا الموضوع، بعدين معقول عرفك على وحدة ما عندي ثقة فيها؟ رح أثق فيك، بس لازم من اليوم ورايح تخبرني بأي تصرف رح تعمله حتى لو كان صغير. موافق. علاقتك مع الآغا لازم تزبط، عم تفهم؟ نحن طول عمرنا بنلعب بالعتمة، لا تطلع الضو هلأ بكير. شو إمكانية إنه تكون المعلومة خاطئة؟ عندي إحساس إنه في خلاف جوات العصابة وبدهم يصفوا بعض. الزلمة اللي حكى معي صوته ما ريحني، بس ما عنا حل غير إنه نتأكد من المعلومة. العناصر جاهزة وانتظار خطة الكمين. ممتاز. شوف، هذا الطريق رح تمر منه السيارة، واحتمال كبير يكون هذا المهرب المسلح. رح نعمل حاجز تفتيش روتيني على الطريق ونخليه يمر من هي النقطة. طيب ليش ما بنوقفوا على حاجز التفتيش؟ لأنه أولاً نحن لازم نازلوا عن المدنيين، والحاجز من بعد ما تمر سيارته بيقطع الطريق فوراً. ولا تنسى أنه هاي المعلومات إجتنا من مصدر مشبوه، رح نخليه مر
وبعدها رح نصيده لحال. بهي الحالة منكون أمننا عنصر المباغتة. بعد ما يمر نتحكم بحركته على كيفنا. بعد الحاجز 200 متر رح يلاقي تحويلي هون، والحاجز رح يجبر يدخل من هاي الحارة، وبس يدخل لهون بيكون واقع بالفخ. أنا بدي أشرف على هاي العملية ميدانيا، ما بدي ولا غلطة، ما بدي أخسر شيء. بتوصي الشباب، بدي يا عايش.